محمد، يمكن تابعت ماتش، انت ماتشات الاتحاد والاهلي السنه اللي فاتت، شفت طبعا الضغط، وشفت يعني صناع الالعاب بيبقى ليهم دور كبير زي ما انت شفت، يعني مودي الجرحي كان له دور كبير، حاتم البحيري. لما شفت الماتشات قلت لنفسك لما ارجع، انت كنت خلاص اكيد عرفت انت راجع، لما ارجع ايه اللي انا هعمله، او ايه الفانكشن، او ايه الجوب اللي انا عايز اعمله لما ارجع؟ هو انا لما كنت اتفرج انا كان نفسي والله ابقى اكون موجود واشارك طبعا، وما حصلش نصيب يعني في الماتشات ان شاء الله الفرصه جايه لك باذن الله. كسب يعني ان شاء الله السنه دي نوصل للنهائي ونقدر نحقق يعني الماتشات. بس لما كنت بتفرج كنت يعني ببقى شايف مثلا الغلطات ايه، ببقى اللي هو متابع انا المفروض مثلا لما انزل ابقى اعمل كذا، في الفرق الثانيه مثلا ده بيعمل ايه، عشان لو انا ببقى عشان اذاكرهم عشان ده الفرق صحيح. اللي انا هلعب كنت قدامهم. بتلعب بالظبط، وانا كده كده كنت بلعب قدامهم في التامين الثلاث سنين اللي فاتوا، بس في الاهلي برضو غير، في النهائي لما نلعب على نهائي غير لما نلعب مثلا في ادوار تمهيديه صحيح. في تحديد مراكز مش عارف طبعًا. ايه فاتمنى ان شاء الله ان السنه دي يعني انت كنت يعني كنت شايف مثلا، هل ماتشات الاتحاد، ماتش الاتحاد وماتش الجزيره اللي كانوا للاهلي كان مضغوط على صناع الالعاب بتوعنا جامد، يمكن سياسه المدربين ضغط على البوينت جارد من اول ملعب، ما هو بقى كل الفرقه دلوقتي بتضغط يعني متهيألي دي ما عندكش فيها مشكله يعني، ما ان شاء الله يعني الحمد لله انت من اللعيبه اللي ما عندكش فيها مشكله، وحتى اللي هم البوينت جارد بتوع الاتحاد دول جيلي، فكنت بلعب قدامهم في الناشئين طول حياتي اللي هو الاثنين زي مين يعني. زي مين احمد عادل ومصطفى عصام، انتوا جيل واحد، دول الاثنين دول جيلي ادي، فكنت معاهم في منتخبات الناشئين طول، انتوا حافظين بعض يمكن بالظبط، ف يعني دول اكتر ناس لعبت قدامهم، فدول عارفهم بيعملوا ايه وبيضغطوا ازاي، فان شاء الله ده هيفيدنا لان انت الجيل ده هو اللي شايل دلوقتي في الاتحاد بالظبط، هم وطبعا في كل الانديه، بس هم يعني بالذات الاثنين دول في الاتحاد وشكلهم كويس وكل حاجه، فان شاء الله السنين اللي انا لعبت معاهم يعني طول السنين اللي فاتت دي في الناشئين هتفيدني بقى السنه. طب قول لي يا محمد، انت البوينت جارد او صانع الالعاب بيحب يبقى لما جنبه لعيب شويط بالظبط، يعني بيحب هو لان هو طبعا بيدرايف بيخش بيطلع بيباصي، مين اللعيب اللي انت شايفه دلوقتي بالصفقات الجديده اللي جت انه ممكن يساعدك في الحته دي، او انت هتساعده بقى، مش هو اللي هيساعدك، انت اللي هتساعده؟ هو طبعا كل الجاردات اللي جت والقديمه وكله، بس يعني انا بحب العب جدا مع كابتن ابراهيم جمال طبعا. ابراهيم جمال طبعا فيعني نجم كبير، هو فاهم باسكت، فببقى انا مرتاح لما يكون في جارد جنبي وبيبقى فاهم باسكت وعارف مثلا لما رحت هنا هو لو دخلت هيظهر لي فين بتاع، ويمكن كمان اتمرنتوا مع بعض قبل كده وانا لعبت بالظبط يعني، وفي مهيب طبعا، بس انا ما لعبتش مع مهيب قبل كده لسه اول سنه السنه دي، وعمرو الجندي، وبس لعبت جنب ابو النصر فدول تقريبا الجاردين اللي انا لعبت جنبهم، ولسه ان شاء الله مع الصفقات الجديده بالظبط احنا برضو الوقت ده السيزون اصلا لسه خلصان، اللي هم لسه النهائيات هم لاعبينها قريب، فاحنا لسه ما خدناش برضو على بعض قوي،